عندنا مباراة مهمة وجديدة في دور ال 32، وزي ما كلنا عارفين مدرسة واحدة بس هي اللي هتوصل لدور ال 16. المدرستين بيشاركوا لأول مرة، والاثنين واثقين من الفوز، هنشوف هيحصل إيه. المدرسة الأولى مشرفانا من محافظة المنوفية، نرحب كلنا بمدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات. مدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات، أنشأت المدرسة عام 1983 كمدرسة ثانوية تجارية حتى عام 2004، ومن ثم تحولت إلى الثانوي العام بمسمى مدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات. تهدف المدرسة إلى تقديم تعليم مميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة لتنمية المعارف والقدرات والمهارات للطالبات ودعمهن بالقيم والمبادئ والأخلاق. تعمل على الارتفاع بمستوى الطالبات وتحفيز المتفوقات وتنمية المواهب وتشجيع كل طالبة على زيادة مستوى ثقافتها. حققت المدرسة المراكز الأولى تعليمياً ودراسياً على مستوى إدارة منوف وعلى مستوى المدرية، كما نالت مراكز أولى ومتقدمة على مستوى الجمهورية. هيمثل مدرسة منشأة سلطان الثانوية 8 عباقرة، هيبتدوا منهم 4، وأول حد فيهم جهاد إبراهيم. اسمي جهاد إبراهيم، عندي 17 سنة، نفسي أطلع دكتورة صيدلانية. تعديت للمسابقة إن أنا سمعت الحلقات اللي فاتت وشفت على النت حاجات كتير، إن شاء الله ربنا يوفقنا ونوصل للنهائي. وميادة عمر. اسمي ميادة عمر، عندي 17 سنة، أنا بحب التاريخ وبحب الجغرافيا وبحب الفيزياء بس بخاف من الكيمياء، نفسي أطلع سفير، إن شاء الله حاسة إن احنا نوصل للفاينل. وشيماء جمال. اسمي شيماء جمال، عندي 18 سنة، اختارونا في المدرسة على أساس الطلاب اللي هم أقدر إن هم يطلعوا، إن هم طلعوا مسابقات قبل كده، إن شاء الله واثقة من الفوز وقد التحدي. ومنى إبراهيم. اسمي منى إبراهيم، عندي 16 سنة، بحب الرسم وبحب أتصفح النت، نفسي أكون دكتورة قلب مشهورة زي دكتور مجدي يعقوب، إن شاء الله واثقة من الفوز وقد التحدي. منشأة سلطان، الحمد لله على السلامة. الله يسلم. جاد، ازيك يا جاد؟ الحمد لله تمام. قولي لي ايه احساسك ايه وانت بتتعاملي مع العباقرة؟ احساس حلو. حلمك ايه يا جهاد؟ نفسي اطلع دكتوره صيدلانيه. بالتوفيق يا جهاد. مياده، ازيك يا مياده؟ الحمد لله. حلمك ايه يا مياده؟ نفسي اطلع سفيره. بالتوفيق يا مياده. شيماء، خدتي تشجيع قوي وحياتيهم تحيه قويه، جاهزه ان شاء الله. قولي لي حلمك ايه يا شيماء؟ دكتوره صيدلانيه برضو. معانا 2 دكاتره وسفيرة. إن شاء الله. بالتوفيق يا شيماء. إن شاء الله. منا، حلمك إيه يا منا؟ حلمي إني أكون دكتورة قلب. بالتوفيق يا منا. إن شاء الله. وبالتوفيق لمنشأة سلطان.